أمر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم الأربعاء بضرورة التحرك الفوري لبسط سلطة القانون في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية التي تعيشها مدن عدة منذ أيام. وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن المشيشي أمر أيضا بالتدخل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج التي أدى غلقها إلى صعوبات في التزود بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم العام وأمن البلاد القومي. تأتي هذه القرارات عقب اجتماع برئاسة المشيشي حضره وزراء العدل والداخلية والدفاع تناول الاحتجاجات الاجتماعية التي تسببت في تعطيل إنتاج وتوزيع مواد حيوية كالغاز والنفط والفوسفات. ونبقى في تونس، حيث تظاهر العشرات من أنصار نادي كرة القدم في مدينة الشابة شرق البلاد ليلة أمس احتجاجا على قرار معاقبة ناديهم من قبل الاتحاد التونسي، واستعمل الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وتجمع حوالي 150 شخصا غالبيتهم من الشباب أمام مركز أمني وسط مدينة الشابة، ودخلوا في مواجهات مع قوات الأمن ورموا الحجارة، فيما ردت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع وفقا لمراسل فرانس بريس. وتأتي الاحتجاجات بعد يوم من رفض محكمة التحكيم الرياضية الدولية مطلب النادي بإيقاف تنفيذ قرار تعليق نشاط النادي. ومعنا من العاصمة تونس مراسلنا توفيق العياشي. مرحبا بك توفيق في التاسعة. هل من تفاصيل أكثر حول الاجتماع الحكومي، حول الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها عدد من المدن التونسية؟ نعم، مساء الخير سونيا. رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أمر بالتصدي لكل الاحتجاجات التي من شأنها أن تعطل المصالح الحيوية، سيما المصالح الاقتصادية، ومن ذلك وقف الإنتاج في عديد القطاعات الحيوية مثل إنتاج النفط والفوسفات والغاز. وطبعا تبعا لذلك تم اليوم في محافظة جابس تعليق اعتصام كان يستهدف شركة التزويد بالغاز المنزلي، وهو تعليق مؤقت من قبل المحتجين المعتصمين الذين علقوا الاعتصام، وبالتالي تم تزويد عديد المناطق بالغاز المنزلي الذي أثار إشكالا خلال الأيام الأخيرة وأثار احتجاجات في عدد من مدن البلاد. وبالتالي ربما هذا ما كان يستهدفه القرار الحكومي اليوم، ولكن ذلك لم يمنع تواصل عديد الاحتجاجات في مدن عدة، مثل الاحتجاجات في مدن الحوض المنجمي جنوبي تونس والتي استهدفت وقف إنتاج الفوسفات والتي تتواصل إلى حد هذه اللحظة. كذلك اقتحم عدد من المحتجين في محافظة القصرين غربي تونس المحطة التي تتحكم في أنبوب الغاز الذي يمتد من الجزائر إلى إيطاليا مرورا بتونس، والذي يزود تونس بأكثر من 60% من الاستغلال المحلي أو الاستهلاك المحلي للغاز، وقاموا بتعطيل هذه الشركة أو هذه المحطة، محطة ضخ الغاز. كذلك هناك اعتصامات في عدد كبير من المدن التونسية استهدفت محطات لضخ المياه التي تزود المدن الكبرى. نعم. توفيق، ماذا عن احتجاجات الشابة؟ يعني هناك أخبار حتى عن استعمال مفرط للعنف من قبل الأمن مع المحتجين. صحيح سونيا، تجددت مساء اليوم الأربعاء المواجهات في مدينة الشابة، وذلك بمواجهات بين الشرطة والمحتجين. قام المحتجون بقطع الطرقات الرئيسية في المدينة بإشعال الإطارات المطاطية وقطعوا حركة المرور. والكل يعلم أن مدينة الشابة هي مدينة حيوية تربط بين مسالك هامة في البلاد، وبالتالي ردت قوات الشرطة باستعمال الغاز، قنابل الغاز المسيل للدموع. ولا تزال المواجهات جارية إلى حد هذه اللحظة، وهذه من ضمن المواجهات ربما الكثيرة التي تمتد على مدن تونسية
عدة. طبعا هذه المواجهات التي تجددت في مدينة الشابة كانت على إثر قرار من الاتحاد التونسي لكرة القدم بحل النادي الرياضي بالشابة جمعية هلال الشابة، وبالتالي تقول الحكومة أن هذا القرار هو قرار رياضي يخص الاتحاد التونسي لكرة القدم، وأنها سوف تتعاطى مع الاحتجاجات كأي احتجاجات ربما تمس من الأمن الاقتصادي للبلاد، وهذا ما استهدفه القرار الحكومي اليوم. ولكن سونيا تجر الإشارة إلى أن في أول رد على القرار الحكومي اليوم باستهداف الاحتجاجات الاجتماعية التي تهدف إلى تعطيل الإنتاج، جمعية القضاة أصدرت بيانا مساء هذا اليوم قالت أن النيابة العامة لا صلة لها بفض الاعتصامات ومواجهة الاحتجاجات، وأن على الحكومة أن تقوم بذلك، وأن دور النيابة العامة يقتصر على معاينة كل الجرائم التي من شأنها أن تستهدف ربما الأمن الاقتصادي للبلاد في مرحلة لاحقة. نعم، شكرا لك توفيق العياشي مراسل الحرة، كنت معنا مباشرة من تونس العاصمة.